اعتداءات الحوثيين في البحر اتسع نطاق تأثيراتها ليشمل البر. الكلام هنا عن الداخل اليمني. تصرفات الحوثيين أضحت تتجاوز الهجوم على السفن الملاحية لتطال مصادر عيش اليمنيين، فالأسعار تضاعفت عدة مرات. كذلك الكثير من السكان يعتمدون بشكل كبير على المساعدات الإغاثية الأممية. في الفترة الأخيرة عشنا فترات صعبة، أزمات، ارتفاع الصرف، توقف الرواتب، عدم وجود أي كهرباء. للمرة الثانية جماعة الحوثي منعت طائرة تابعة للأمم المتحدة كان من المقرر أن تهبط في محافظة مأرب في الجزء الخاضع لسيطرة الحكومة الشرعية. بالإضافة إلى ذلك أمهل الحوثيون الموظفين الأمريكيين والبريطانيين العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في مناطق سيطرتهم في اليمن شهراً لمغادرة البلاد. أنهكوا اقتصاد البلد، نهبوا البلد، أكلوا البلد، لا جيوبهم، ما ضربوش حتى ضربة رجل في أي مدينة احتلوها. قرار ستكون له نتائج كارثية على حال اليمنيين الذين لطالما عانوا من مآسي الحرب، والآن يرزحون تحت حكم ميليشيات لا تهتم لأوضاعهم الصعبة. قد خلطوا الأوراق في اليمن وقاموا بتدمير اليمن كاملا، واليوم هم يدمروا البحر الأحمر. الأمر لم يتوقف هنا، إذ عمد الحوثيون إلى منع طائرة مدنية سودانية كانت تقل العالقين اليمنيين من بورت سودان إلى مطار المخا، وهددوا بقصف الطائرة. فهم يتحكمون في حركة الملاحة الجوية المدنية عبر الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الخاضعة لسيطرتهم في العاصمة صنعاء. بلال البجديني، العربية.